أنا حرامي سرقت 14 سيارة، حكمتني المحكمة 10 سنوات سجن. أنا هون موجود بالقسم المغلق من السجن، رغم هالشي بحس إني ببيت، فكل شي موجود هون وكل حاجياتي مأمنة، لابتوب، تلفزيون، براد، غسالة وحمام خاص لإلي. قديش أهمية الغرفة تبعك يعني تكون نظيفة مرتبة، قديش بتغير من نفسية السجين؟ مثل ما شايفين الأوضة مريحة جدا، النظافة والترتيب مهمين جدا، كأنه بحس حالي ببيتي مش بالحبس. شو في تسهيلات بقلب الحبس للسجناء؟ أنا خضعت لنظام تأهيل وسلوكي كان جيد بفترات مهمة، فأخذت عدة امتيازات وأهمها الغرفة الحميمة. هالغرفة بتستقبل فيها، يعني أنا بستقبل فيها زوجتي، وبحق لنا نختلي بزوجاتنا لمدة 45 دقيقة بالأسبوع.